جايه نتيجه طفره. مش انت درست حاجات كده اللي فيه طفرات في الجينات دي؟ بتبقى برضو اكستريمز، دي حاجه بتاعت ربنا بقى. ممكن تلاقي مثلا واحد، احنا بنعمل حاجه البين سكيل كده، بتشوف بعد العمليه الناس بتوع الانستيزيا بيبصوا عليها، بيدوا يعني تركيبات كده معينه عشان تقلل الالم بتاع العيانين في العمليات. بعد العمليه بسال كل عيان، انا مثلا لو اديتك الحقنه دي الالم بتاعك بقى كام؟ اديني سكيل كده من 0 ل 10، اديني رقم. اوكي؟ والله في ناس يعني لما بتيجي من جنبها بس كده بتعيط، هي ما بتستحملش الالم. وفي ناس ربنا كرمها بتعمل العمليه على الصح. ده بني ادم وده بني ادم. ففي اكستريمز ربنا خالقهم، ما احنا اتفقنا بقى. زي ما حضرتك بتشوف واحد طويل قوي وواحد قصير قوي، هما موجودين. بس طبعا كل ما حد زي ما حضرتك قلت كده، كل ما حضرتك عملت ليميتيشن جامده، كل ما حضرتك حاولت على قدر الامكان انك تاخد ايتمز متشابهه، بتقلل فرص الاكستريمز كتير قوي. ممكن بحث مثلا عن مستوى النيكوتين في الدم عند اللي بيدخن ومن طنطا مثلا. فاهم؟ ممكن اجي الاقي واحد بس عنده مثلا النيكوتين صفر مع انه بيدخن. ده بالنسبه لي اكستريم مثلا، دي الفكره. ده ممكن ضمن الغروب بس. ايوه بس خلي بال حضرتك عشان تلاقيه زيرو. It's not logic يعني. انا فاهم اصلا الفكره، اصلا دي فرضيه. اه عادي. بص حضرتك، الاستجابات بتاعتنا احنا اتفقنا ان دي مختلفة. فاحيانا حضرتك بتشوف حاجات غريبة. انا اعرف دكتورة يعني في كلية الطب عند حضراتكم هنا في قسم المايكرو، لما كانت زمان، لما كانت لسه في بتعمل في النيابات وكده، قابلت حد كان القلب بتاعه يمين، وده حاجة اكستريم على الاقل بالنسبة لنا احنا. لما تقولي الكلام ده عندنا في علوم، لما تقولي القلب في اليمين هضحك، هقول لك يا سلام. برغم انها بالنسبه لكم ممكن تبقى مثلا، انتوا عارفين ان ليها ريت كمان يعني ليها نسبه، انما احنا بالنسبه لنا حاجه ايه القلب اللي في اليمين ده، صح ولا غلط؟ طيب يبقى تاني كده، معلش احنا اتكلمنا في حتت كتيره، بس خلينا نرجع نظبط تاني دماغنا. احنا اتكلمنا قلنا الاتي، يا ليه الناس بقت بنفسجي؟ هو الكابل اتهز بس. Which one؟ تاني. يبقى احنا لما بتيجي تعمل ديسكريبشن لحاجه نيوميريكال بتجيب لي مينيمم وماكسيمم، مين وستاندرد ديفيشن. اتفقنا على كده؟ خلاص؟ احنا كده جاهزين ان نبدا نتعامل مع الداتا. احنا يمكن في البدايه هنعمل داتا كده يعني كروكي، احنا اللي هنالف لكم شويه ارقام بس عشان نتعلم الداتا شكلها ايه. انما المفروض ان احنا لما هنرتب مره كمان هنشتغل على ريل لايف داتا، يعني داتا بتاعت حضراتكم انتوا جبتوا بيانات، ونوريكم انتوا ازاي بتعملوا اناليسز، ازاي نقرا بقى الداتا بتاعتنا، وازاي نعمل الاناليسز، وازاي نختار التست، والاهم من ده ازاي تعمل الريبورت بتاعك، ازاي تكومنت على الكلام ده، اظهر شغلي ازاي. انت ممكن تبقى عامل شغل كويس جدا بس ما عرفتش تبين الحلاوه بتاعت الشغل بتاعك. اتفقنا؟ طبقا لمعلوماتي المفروض الناس امبارح بقى معاها البرنامج. مين من تسرا هنا دلوقتي؟ لا خليك اتفضل. احنا عايزين نعمل انتوا عاملين ايفنت كده اللي انتوا بتابلود عليه الحاجات يعني. لا احنا عايزين نعمل يعني حولها لي الجروب بعد اذنك، او بيج يعني تبقى اوبن بيج الناس تقدر تدخل عليها عشان نابلود عليها الكلام اللي هنقوله النهارده. فيديو توتوريال يعني الكلام اللي انا هعمله ده هنعمله فيديو ويبقى موجود لحضراتكم على الجروب. اوكي؟ بسم
نستهدى بقى كده بالله علشان احنا كده بدأنا الشغل اللي بجد. احنا كنا بندردش بس، انا بس عايز اوري لحضراتكم قد ايه ان الاحصاء برغم يعني الباك جراوند بتاعها والهيستوري الجميل اللي عند ناس كتيره ويوه احصاء لا اله الا الله ربنا يصبرنا، لا الدنيا مور سيمبل عن كده، والدنيا كمبيوترايزد ابسط بكتير جدا من الدنيا الثيوريتيكال. يعني ليه؟ لان كل اللي هيبقى مطلوب من حضرتك جاست وان كليك، كليكايه واحده هتظبط لك الدنيا كلها. لما فتحنا البرنامج بتاع الاس بي اس اس احنا امبارح الشغل بتاعنا كنت انت عملت ايه امبارح يا نور؟ الفاريبل فيو زي داخل الفاريبل. المفروض تاني هقول بس مراجعه سريعه على اللي عملته نور امبارح مع حضراتكم. اللي حصل امبارح ان انت لما فتحت البرنامج لقيت جدول زي ده كده، صح كده؟ بدام الانترفيس بتاعك، بدام الواجهه بتاعه البرنامج عباره عن جدول، معنى كده ان ده برنامج يتعامل مع البيانات. اتفقنا؟ انا هوري لك النهارده ازاي حضرتك تدخل البيانات وازاي تطلع الاناليسيس بتاعتك. بس خليني افهمك حاجه نتفق عليها دايما. احنا قلنا عندنا كم نوع من انواع الفاريبلز؟ اتنين، يا اما ايه يا اما ايه، نوميريكال يا اما نومينال. نوميريكال يعني ارقام، ونومينال يعني كلام اللي هي متغير لفظي. يعني لما تيجي تشتغل انت بتكتب في الكراسه بتاعتك او في الورق الاول وانت بتفرغ نتائجك، يعني بتاخد قراياتك، بتكتب كده مثلا الجندر ميل وفيميل والكلام ده، صح؟ او الجريدز مثلا بتاعت الكانسر حضرتك بتكتب لي جريد 1 وجريد 2 او مالجنانت وبيناين لو انت بتتكلم على التيومر او حاجه، اوكي. انما لما تيجي تشتغل على السوفت وير بقى كل الداتا بتاعتك تدخل ارقام. ده انت لسه بتقول لي ايوه النومينال لازم يتكود وانت بتدخله، يعني ما تدخليش نومينال خلاص، انسى قصه الكلام. ليه هو البرنامج ما يقبلش؟ لا طبعا يقبل، بس انا بكلمك لسهوله التحليل بعد كده عشان نعرف نتعامل مع بعض ابسط. لازم حضرتك تعمل لي الداتا كلها ايه؟ نيوميريكال. طيب صلينا على حبيبنا النبي. احنا اتعلمنا امبارح الاتي، اتعلمنا ان في تو تابس موجودين تحت، شايفين الماوس بتروح فين؟ في تحت كده حاجه اسمها داتا فيو وحاجه جنبها اسمها variable view، صح ولا غلط؟ data view هي مسؤولة عن ال data view مسؤولة عن تعديل البيانات بتاعتك، تعديل الأرقام اللي انت بتكتبها. عايز تكتب رقم، عايز تضيف رقم، عايز تحذف رقم، عايز تغير رقم، التعامل مع الأرقام كله موجود فين؟ data view. أمال مين variable view دي؟ واضح من اسمها ان هي مسؤوله عن الفاريبلز بتاعت حضرتك. يبقى الداتا فيو معناها تعديل البيانات، والفاريبل فيو معناها تعديل الفاريبلز نفسها المتغير. طب هو المتغير او الفاريبل بتاع ده محتاج يتغير ازاي يعني؟ لا يعني بتكتب اسمه لو انت عايز تعمل له كود، لو انت عايز تغير النوع بتاعه، شويه كلام كده هنشوف مع بعض. بعد الصلاة على النبي كده نفتح الفاريبل فيو. هقول مراجعة سريعة للحاجات اللي لازم تعرفها. طب والباقي عدم معرفتك بيه مش هيأثر معايا في حاجة. اتفقنا؟ نمرة واحد النيم. وانتوا اخدتم امبارح ان ده الشورت نيم او الاسم المختصر بتاعي، صح؟ يعني ايه الاسم المختصر؟ يعني زي تسرة كده، تسرة دي اختصار لكلام كتير جدا، صح؟ تانتا ساينتيفيك مش عارف ايه كده، حاجات اكيد يعني باللوجيك يعني. طيب طب وانا ايه اللي ما يخلينيش اكتب الاسم الكبير ده؟ النيم، الخانة بتاعت النيم ما تقبلش اي حاجة في الدنيا. في اربع شروط، في خانة النيم.
نمرة واحد غير مسموح بالمسافات. اوكي؟ يعني ما تقدرش مثلا تكتب لي طنطا وبعدين مسافة وبعدين تكتب مثلا ساينتيفيك، ما تجيش. لازم هيبقوا لازقين في بعض، طب فانت مش هتعرف تقراهم. نمرة اتنين ما ينفعش ابتدي برقم. ايه سوري، ما ينفعش البداية بتاعتي تبقى رقم. يعني ما اقولش مثلا انا عايز اكتب الفيرست جروب، ما تعملش واحد اس تي، مش هيقراها مش هيفهم. لازم ابتدي دايما بايه؟ بحرف. يبقى البداية عندك لازم تكون حرف. اتفضلي. لا انا بتكلم في اسم الفاريبل. اوكي، يعني زي كلمه ايج وزي كلمه جندر والكلام ده. الفاريبل نيم يا جماعه ما ينفعش يبتدي برقم، ما ينفعش يبقى في مسافه، ما ينفعش تستخدم علامات الترقيم كلها. ما ينفعش تقول لي مثلا نحط علامات استفهام ولا علامه التعجب، القصص الطويله دي كلها ممنوع. ما ينفعش طبعا يبقى في دوبليكيتس، ما ينفعش يبقى فيه تكرار قصدي، يعني ما يبقاش عندي فاريبل اسمه ايج وفاريبل ثاني اسمه ايج. طب وانا لما اجي اعمل اناليسس اعمل لده ولا لده؟ انا مش هفهمهم من بعض، صح ولا غلط؟ يبقى اربع شروط قاسيه في الفاريبل نيم. طيب انا هكتب مثلا ايج وهدوس انتر، فهو عبالي شويه حاجات كده اوتوماتيك. خلاص، يهمني ان النوع يكون نيوميريك، يهمني النوع يكون ايه. طب ولو نومينال نيوميريك؟ كله يبقى نيوميريك. نيوميريك معناها البيانات اللي هتدخل هتدخل على ان هي ارقام، ده لسه مش نوع الفاريبل، ده نوع البيانات اللي هتدخل. يعني انت عايز تكتب ارقامه بس، يعني لو كتبت اي حروف مش ولا هيفهمها ولا كانه انت هتكتب مثلا. يعني بص حضرتك معايا، انا هسبق سنه كده، ادي الفاريبل بتاع الايدج موجود، هاجي اكتب اي حروف وهدوس انتر ولا سال فيها اصلا، ما عبرنيش خالص. ليه؟ لان انت قلت له البيانات هتدخل عباره عن ايه؟ نيوميريك، يعني ارقام بس. طيب امال الاسم الكبير بقى يدخل فين؟ في ليبل. يبقى ليبل اكتب لي بقى عليه ده الفول نيم من غير اي شروط. عايز تبدا برقم، تبدا بحرف، تسيب مسافه، تكرر، تعمل علامه استفهام، علامه تعجب، اللي انت عايز تكتبه كله هيتحط فين؟ في ليبل. يبقى نيم ده الشورت نيم، اسم كودي كده مختصر نتعامل بيه مع بعض. انما الليبل ده اللي هيظهر في النتائج في الاخر خالص، تقدر تكتب فيه كل اللي حضرتك عايزه. يعني انا هكتب معاك كده the age of the students. شفت؟ ساب لك مسافة. اي مفيش اي شرط في الليبل، تقدر تكتب اللي انت عايزه. يبقى انا يهمني النيم، ويهمني التايب يكون نيوميريك، يهمني الليبل علشان لو حضرتك عايز تكتب الفول نيم. حاجة كمان مهمة جدا، في حاجة اسمها values. شايفين الفاليوز؟ اكتب لي عليها كده، تستخدم عند تكويد البيانات. تستخدم الفاليوز تستخدم عند تكويد البيانات. يعني ايه تكويد البيانات؟ اكتب لي بالقوسين كده for nominal variables، بس تعملها علشان مين؟ علشان النومينال فاريبلز، يعني بيانات انا هديها لك ارقام وانت هتقراها لي ان هي كلام. اوكي، يبقى فاليوز دي معناها ان انت تعمل بيها كودينج للفاريبل. طيب الناس تقول لي كده عايزين نعمل فاريبل نومينال، مين اشهر فاريبل نومينال؟ الجندر. فيري جود. طيب بصوا بقى حضراتكم، الجندر اتفقنا ان ده nominal variable، صح؟ وعايز اعمل له كود. هو داخل الاول على انه ايه؟ numeric، يعني انا هدخل البيانات بتاعتي ان هي عباره عن
ارقام وحايد واثنينات. طب هو لازم وحايد واثنينات؟ لا طبعا. اي رقمين؟ 7 و13، 500 و171، اي رقمين. بس يعني اذا كانت اي رقمين، ايه اللي يخليك ترخم على نفسك؟ ما تخلي الدنيا بسيطه عشان ربنا يسهلها عليك، صح؟ فاحنا بنستخدم 1 2 3 وهكذا للسهوله فقط. ده حاجه مش اجباري، دي حاجه مش اجباري. طيب الفاليوز، نفتح الفاليوز كده مع بعض. اي حاجه هتعمل لها ايديت، اي حاجه هتعدلها في اللي انا بقوله ده كله، لما تدوس عليها بيطلع لك مربع ازرق صغنطوط، شايفينه؟ تدوس على المربع الازرق ده فقال لك الاتي، دخل لي الفاليو وبعدين الليبل بتاعي. دخل لي الفاليو وبعدين الليبل. يعني ايه الفاليو وبعدين الليبل؟ يعني دخل الرقم وده معنى ايه عشان الكمبيوتر يفهمه. فاحنا مثلا هقول له والله الواحد معناها ميل، وادوس انتر، فهتلاقيه كتب لك كده 1 بيساوي ميل. يبقى من هنا ورايح كل ما تكتب 1 هو هيفهم ان هو مين؟ ميل. طيب 2 معناها في ميل، ودوست انتر، في مشكلة؟ يبقى تكتب 1 وتحتيها الليبل بتاعها، 2 تحتيها الليبل بتاعها، وهكذا. الناس اللي معاها اللابتوب بتاعها ماشية معايا؟ اوكي. لحد دلوقتي في مشاكل مع الناس؟ كويس. نعم. ايه؟ واحدة من الكومن ميستيكس بس عند الناس يا سادة، لو لقيت ان مفيش المينيوز دي اللي موجودة من فوق والايكون، معنى كده ان حضرتك بس وانت بتعمل سيت اب نسيت تعمل السيريال. هنحط لحضراتكم برضو فيديو على الجروب اللي هو السيت اب. انا بتكلم هاو تو سيت اب. هنحط لحضراتكم على الجروب كده سيريال ازاي حضرتك تعمل لي سيت اب للدنيا. خلاص يا أساتذة كده؟ يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا الآتي، اتعلمنا ان فاليو اقدر افتحها بس وبعدين منها اقدر اعمل كودينج للفاريبل بتاعي، يعني احط وحايد واثنينات براحتي خالص، وادوس بعد كده اوكي. يبقى احنا عملنا ايه لحد دلوقتي؟ بقى عندنا variable numeric و variable تاني nominal، صح كده؟ تعالى لي بقى على الداتا فيو. هندخل شوية أرقام، يعني هي الناس اللي قاعدة قدام، إحنا سننا تقريبا كام يعني؟ في العشرينات يعني؟
اوكي دخلنا شويه ارقام كده وبعدين الجندر. الجندر دلوقتي احنا متفقين ان هو متكون كام وكام؟ واحد واثنين صح؟ فهنعمل كده شويه وحايد وشويه اتنينات. انا فاهم يا فندم ان في 22 طبعا. طيب خليني اوري لحضرتك الاتي. احنا اتفقنا ان انا كل ما اكتب له واحد هو هيطلع لي مين؟ 100. حصل الكلام ده؟ لا. الدكتور ده بيضحك علينا شكله كده. شايف حضرتك العلامه اللي هي عامله زي الاي 1 دي؟ شايفها فوق خالص ايكون كده اللي هي رابع ايكون فوق على اليمين. هندوس عليها مره واحده بس. ايه اللي حصل؟ ده الزرار. الايكون دي مسؤوله عن ايه؟ انها تظهر البيانات بتاعتي نيوميريكال او نومينال. فاهمين؟ يبقى لو دوست عليها مره كمان هتتحول الى ارقام، مره كمان اتحولت الى كلام. فاهمين ايه اللي بيحصل؟ طيب في عندنا ثلاث خلايا، عندنا ثلاثة سيلز مش مفهومين بالنسبة لي. 22 و11 و4 صح؟ هو يفهم 2 معناه في ميل صح؟ إنما 22 مش معناه 2 ستات قاعدين جنب بعض صح؟ ولما تقول لي واحدين ده مش معناه إن الراجل قوي يعني، ما يفرقش معايا القصة دي. هو بالنسبة له ده اسمه 11 ما اسموش واحدين. يبقى إذن دي بنسميها الاخطاء، دي بنسميها حاجه في الداتا انتري، دي الميستيكس بتاعت الداتا انتري بتاعتك. بس الميزه بقى بتاعت الكودنج ان انت تقدر تشوف بسهوله لو انت عامل حاجه غلط. فال22 دي كان المفروض يبقى اصلها كام؟ 2. وال11 امال مين الاربعه؟ الاربعه ده بقى بالنسبه لك دي حاجه جروب ده انديفايند بالنسبه لك خالص صح؟ امتى يبقى مهم؟ زي مثلا حضرتك عارف ان احنا عندنا في كليه الطب، انتوا عندكم كام قسم في كليه الطب؟ كتير كام يعني؟ 13 يعني؟ زي ان هم 13 يعني. احنا مش بنزود على بعض يعني. بتوع علوم احنا عندنا عارفين، بتوع علوم انتوا عارفين عندنا كام قسم؟ 6. لا علوم 6 بس. مفيش. 6. صلى على النبي. عندنا اللي عندنا. سي مثلا حضرتك كليه الطب، حضرتك قاعد بتدخل كده كارديولوجي مش عارف ايه مايكرو هيستولوجي الاقسام الكتيره اللي عندكم ونسيت لي قسم، بس انت كنت مكود كده البيانات بتاعتك خلاص. وبعدين في الورقه بقى انت فاهم ان ده واحد ده اتنين ده تلاته ده اربعه. لما يظهر عندك رقم غير الواحد والاثنين وطبعا غير ال11 وال22 هي الاخطاء الميس برينت دي، الاربعه دي لازم تسال نفسك سؤال، هو الجندر كان فيه اربع انواع ولا دي كانت حاجه غلط؟ يعني دي ده كاتيجوري انا ناسيه ولا كاتيجوري انا كاتبه غلط؟ فاهمين الفرق؟ يعني مثلا سي مثلا احنا كنا بنتكلم على الكانسر وكنا بنتكلم على الجريدز بتاعته، قلت لك ان هو عنده من جريد 1 لحد جريد 4 صح؟ سي وانا بكود نسيت اكتب جريد 4 فالاربعات كلها تطلع اربعات بس لان هو مش عارف. بس دي مش غلطه في الداتا انتري، دي غلطه في التظبيط الاولانيه. يبقى حضرتك ساعتها هترجع تقول لي والله يبقى الاربعه دي انا كنت ناسي، أربعة ده أرنب بالنسبة لي. لما تيجي تكتب لي أرنب دلوقتي بقى فيه بالنسبة لك يبقى ده كاتيجوري حضرتك كنت ناسيه. فهمت أنا قصدي إيه؟ يبقى الأول طبعا ما فيش عندنا أرنب ولا حاجة. الكلام ده. أوكي؟ فده بقى حضرتك مشكلة كبيرة
في النوع يعني مثلا في الجندر لما تكتب 4 او تكتب اي رقم ده مشكله كبيره. ليه؟ لان ده هيستلزم من حضرتك ترجع تدور على الشيتات بتاعتك اللي انت كنت بتجمع منها، صح؟ انت بتبقى عندك شيت كده بتاخد فيه الهيستوري بتاع البيشنت بتاعك، انت اسمك ايه وعندك كام سنه ومش عارف ايه وعملت عمليات قبل كده وعييت وما عييتش والقصص الطويله اللي انتم بتعرفوها دي، صح؟ لو حضرتك مش مرقم الشيت بتاعتك هيبقى عندك مشكله. بانت هنا اهي، صح ولا غلط؟ يبقى وانا بعمل الداتا انتري بتاعتي لازم اكون مرقم الشيتات. ده شيت واحد اديله رقم من فوق كده 1 2 3، ملوش معنى الترقيم غير في المراجعه بس. لما تحصل مشكله زي دي، لما يبقى عندي بيان لاي سبب اتمسح، والله انت في السطر رقم كام؟ رقم 12. تروح على شيتاتك الورق، هات لي الشيت نمره 12، ده فلان كان اسمه كذا سنه كذا مش عارف ايه، تشوف ايه الرقم بتاعك تقدر تظبطه. فهمنا؟ تقدر تقولي ده كان ميل ولا في ميل، تقدر تشوف القصه بتاعته شكلها ايه. صعبه كده؟ في مشكله في اللي احنا بنقوله لحد دلوقتي؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل الليفل الصغنطوط بتاعنا ان احنا نعمل ديسكريبتيف ستاتستكس، اوكي؟ طيب علشان تعمل ديسكريبتيف ستاتستكس خليني هعمل حاجه صغيره كده لسبب في دماغي، يعني انا هوقع قيمه بس خالص هلغيها، هدوس على ديليت كده والغي رقم، وهقول لك انا ليه انا عملت ده، انا عشان هوري لك حاجه بس هتحصل في البيانات. صلينا على حبيبنا النبي. احنا بالنسبه لنا عندنا كام فاريبل؟ 2، واحد منهم نيوميريكال اللي هو مين؟ الايج، والثاني نومينال اللي هو الجندر، صح كده؟ طيب احنا اتفقنا الجندر بيتعمل له ايه في الديسكريبشن؟ ان وبرسنتج، صح؟ بيتعمل له ان فور نمبر، يعني عايز النمبر بتاعه وعايز البرسنتج، والنيوميريكال بيتعمل له ايه؟ مينيمم وماكسيمم، مين وستاندرد ديفيشن او افريج وستاندرد ديفيشن، صح كده؟ تعالوا نبدا الاول بالجندر. تعالوا نبدا الاول بالمين؟ بالجندر. كل شغل حضرتك بتاع الاناليسيس موجود في قائمه واحده بس اسمها انالايز. كل شغل حضرتك بتاع الاناليسيس موجود في قائمه واحده اسمها ايه؟ انالايز. الميزه بتاعت البرنامج ده حاجتين اتنين. سيبنا بقى من السينتاكس بتاعته او الطريقه اللي مكتوب بيها، هي طريقه قويه يعني الباك جراوند الثيوري بتاعه قوي، انما حضرتك هتلاحظ مقارنه ببقيه البرامج الاحصائيه اللي موجوده في الدنيا كلها في ميزتين مهمين. الميزه الاولانيه اللي بدات برامج كتيره تقلده، انه مجمع كل الحاجات اللي بتعمل وظائف متشابهه مع بعض. يعني مثلا الديسكريبتيف ستاتستكس مجمع الحاجات اللي بتعمل الديسكريبتيف كلها في كاتيجوري مسميها ايه؟ ديسكريبتيف ستاتستكس. شايفينها؟ اللي هي تاني واحده. لو انت بتعمل الكورليشن، كل الحاجات اللي هتعمل كورليشن، كل الحاجات اللي هتعمل ريجريشن، كل الحاجات اللي بتعمل كومبير مينز، يعني طبقا للنوع بتاعها مجمعها لي في مجموعات عشان اعرف الاقيها سهل. ادي ميزه. الميزه الثانيه، افضل برنامج في الاوتبوت في التنظيم بتاعه هو الاس بي اس اس، افضل من اي برنامج ثاني ايا كان مميزات البرامج الاخرى، ولكن الميزتين دول، واحده بتسهل عليك الشغل بتاعك الاختيار الاولاني، واحده بتسهل عليك الشغل بعد كده ان انت تقرا النتائج بتاعتك. اتفقنا؟ احنا اتفقنا عايزين نعمل ديسكريبشن لمين الاول؟ للجندر. نكتب مع بعض كده فور نومينال فاريبلز، فور نومينال فاريبلز. هنختار مع بعض بقى انالايز، وبعدين ديسكريبتيف ستاتستكس، انالايز
وبعدين descriptive statistics وبعدين frequency. مش احنا اتفقنا ان احنا هنعمل الفريكوانسي بتاعنا؟ اوكي. الفريكوانسي اللي هو البرسنتج اللي هو التكرار يعني. ودوسنا. يبقى تاني analyze descriptive statistics واخترت منها frequencies. تاني analyze اخترت منها descriptive statistics وبعدين frequencies. اوكي؟ الناس اللي بتابع معايا الدنيا ماشيه كويس. طب بصوا بقى يا اساتذه، صلينا على حبيبنا النبي كده. انت لما فتحت البرنامج بتاعك واخترت منه analyze وdescriptive وبعدين frequency، طلع لحضرتك ويندو كده، طلع الشاشه اللي قدامك دي مقسومه نصين، وده شكل لازم حضرتك تبقى familiar بيه في الاس بي اس. النص اللي على الشمال محطوط فيه كل الفاريبلز اللي موجوده، صح ولا غلط؟ موجود عندك الايج وعندك الجندر. المربع اللي في اليمين هو الفاريبلز اللي حضرتك عايز تعمل عليها الاناليسيس ايا كان انت هتعمل عليها ايه. يبقى تاني كده، دايما هتلاقي مربع في الشمال في كل حاجة، واللي انت هتختاره هيروح ناحية مين؟ اليمين. يعني انا عايز اعمل اناليسس لمين دلوقتي؟ الجندر، يبقى الجندر بس اللي هيروح ناحية اليمين. في مشاكل لحد دلوقتي؟ فاهمين الكونسبت بتاعنا؟ زي ما حضرتك كده، حضرتك بتروح السوبر ماركت عندك مليون حاجة على الرف، مالكش دعوة، انت بتروح تعمل ايه؟ اللي انت عايزه بس هو اللي هتحاسب عليه. ينفع حضرتك اشتريت كيس مكرونه اقول لك مثلا طب انا هحاسبك بالمره على كيلو لحمه معاك ولا حاجه؟ ما ينفعش. اللي انت اخترته بس هو اللي هيحصل له الاناليسيس. طيب انا دلوقتي عايز اعمل اناليسيس لمين؟ الجندر. يبقى هقف على الجندر كده وان كليك. شايفين السهم الصغنطوط اللي في النص ده بيعمل ايه؟ هينقلها من الشمال يوديها ناحية اليمين اهو. تاني كده انا عملت ايه؟ هجرب مع حضراتكم مع التاني، ادي الايج اهو، وقفت عليه ووديته الناحية التانية. طيب افرض انا بقى كان في فاريبل راح غلط، يعني الايج ده مش مكان مش وقته دلوقتي، عايز ارجعه. بص حضرتك، لو انت واقف على فاريبل في اليمين هتلاقي السهم، يعني هو عامه اقف على الفاريبل ودوس على السهم هينقلوا لك يا من اليمين للشمال يا اما من الشمال لليمين. صعبه اي اسئله لحد دلوقتي؟ انا عايز اعمل ايه للجندر؟ حاجتين اتنين اللي هما النمبر والبرسنتج. النمبر والبرسنتج معناهم ان العلامه بتاعه الصح دي تبقى موجوده. نقرا كده علامه الصح بتقول لي ايه؟ display frequency table. display الفريكوانسي تيبلز يعني ايه؟ الفريكوانسي يعني ايه؟ الفريكوانسي يعني التكرارات، يعني الان بتاعتنا. هو هيطلع لحضرتك الان ومعاها مين؟ البرسنتج. طيب مش هعمل اي حاجه خالص، هدوس بس على اوكي. يبقى انا تاني عملت ايه؟ analyze descriptive statistics frequency. طلعت لي الشاشه اللي قدام حضراتكم، كل حاجة كانت موجودة على الشمال ونقلت الجندر بس على اليمين، اتأكدت ان علامة الصح موجودة. علامة الصح معناها ان هو انا عايزه يعمل لي الفريكونسي تيبل. هنقراه مع بعض دلوقتي. ادوس اوكي. خلي بال حضرتك من حاجة، انت دلوقتي بقى عندك فايلين اتنين مستقلين عن بعض. على فكرة عندك فايلين مستقلين عن بعض، فايل بتاع الداتا لوحده وفايل تاني بتاع الاوتبوت. ليه كده؟ علشان لو انت عملت اي حاجه، لخبطت اي حاجه في الاوتبوت ما تاثرش، ما تبوظش الداتا، والعكس لو بوظت في الداتا ما يبوظش. يعني انا دلوقتي لو غيرت
اي رقم في البيانات بتاعتي دلوقتي بعد ما عملت الاناليسيس، الجدول ده مش هيحصل له اي حاجه. ليه؟ لان ده فايل وده فايل. فاهمين القصه؟ طيب نقرا مع بعض اللي حصل. اول جدول صغنطوط خالص فوق كده كاتب لك الان، الان يعني ايه؟ النمبر. كاتب لي valid وmissing. valid يعني دي قيم صحيحة موجودة مكتوبة صح يعني، وmissing يعني ايه؟ مش موجودة. كم رقم مكتوبين؟ 11. وكم رقم missing؟ نبص كده، في فعلا رقم missing اللي هو قبل الاخير ده، شايفينه؟ طيب نيجي بقى على اللي تحتيها، جاب لحضرتك الميل والفيميل والتوتال اهي باينه، وبعدين الفريكوانسي. طلع عندنا بيرسنت فاليد، بيرسنت كوميولاتيف، بيرسنت كم واحده؟ 3. بيرسنت فاليد، بيرسنت كوميولاتيف، بيرسنت. ده ايه الهيصه دي؟ يعني نطلع عند حضرتك دلوقتي 3 نسب. طب انت بتاخد انهي واحده من الثلاثه وليه؟ صلينا على حبيبنا النبي. الفريكوانسي دي اللي هي الان بالنسبه لك، صح ولا غلط؟ يبقى الان بالنسبه لك الفريكوانسي. كان عندنا 6 ميل، انا بتكلم على القرايات بتاعتي انا، كان عندنا 6 ميل وكان عندنا 5 فيميل، فالتوتال بتاعهم 11، وكان في واحده ميسنج، فكلهم على بعض 12. واضحه؟ الفرق ما بين بيرسنت وفاليد بيرسنت الاتي، انت عايز تاخد القيم المفقوده في الحسبان ولا بدون القيم المفقوده؟ ثاني كده، انت عايز تاخد القيمه المفقوده معاك تاخدها في اعتبارك يعني، ولا تشتغل كانك مش شايف القيم المفقوده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا لو عندي، استبيانات كده وزعت على 12 طالب من حضراتكم، في واحد ما جاوبش من ال 12، فانت عايز تقول لي بقى نسبه الميل والفيميل على اللي جاوبه ولا على اللي انا وزعت عليه الاستبيان؟ فاهمين الفرق؟ زي كده ما بنجيب النسب بتاعت النتائج، انت بتكلمني في النتيجه، نسبه النجاح من الحاضرين ولا نسبه النجاح من الدفعه؟ فاهمين الفرق ما بين الاثنين؟ احنا عندنا في الكنترول بقول لك نسبه النجاح يعني كام واحد ناجح على كام واحد جه الامتحان. ما هو اللي ما جاش الامتحان ده انا ما اعرفش عنه حاجه، اخده معايا في الاعتبار ليه؟ في واحد يقول لي لا انا عايز اشوف الدفعه كلها، كم واحد نجح من الدفعه؟ ما هو ما جاش الامتحان معنى كده انه ما نجحش، صح ولا غلط؟ لسبب او لاخر بالنسبه لي هو ما نجحش، يبقى انا هاخد نسبه النجاح على جميع الناس اللي في الدفعه، اللي موجودين واللي مش موجودين. فهمنا الفرق؟ بيرسنت اكتب معايا كده، بيرسنت معناها النسب في حالة وجود القيم المفقودة، النسب في حالة وجود القيم المفقودة. إنما valid percent يعني النسب مع استبعاد القيم المفقودة، يعني مش عايزين الميسنج معانا. طيب نبص مع بعض كده بالراحة بعد إذنكم. بص معايا البرسنت هنا، اقرا كده، ده برسنت للميل اللي هو 50، اللي هو 6 من ال 12 كلهم بقى، صح؟ وبعدين 5 من ال 12 بقت 41.7، يبقى اللي موجودين كلهم ال 11 نسبتهم 91.7، وعندي قيمة مفقودة اللي هي الواحد على ال 12 نسبتها 8.3، يبقى الاجمالي كله كام؟ 100%.
فهمت يعني ايه القيمه المفقوده دي معانا؟ انا عدتها، دول ناس انا خدتهم في اعتباري بقت ليهم نسبتهم كذا. وصلت؟ طيب الفاليد بيرسنت ايه اللي حصل؟ هتقول لي بقى انا عندي 6 من ال11 فنسبتهم 54.5، وعندي 5 من ال11 فنسبتهم 45.5، فيبقى ال11 دول هم ال100%. شوف يبقى انت لو نسيت افتكر بص على ال100% دي موجوده فين؟ موجوده قبل الميسنج، يعني انا استبعدت الميسنج، ولا موجوده في الاخر خالص بعد ما خدت الميسنج معايا؟ فاهمين الفرق ما بين الحتتين دول؟ كويس. طيب انا في الشغل بتاعي اتفضل. واحد على 12 تعال نجرب كده. ادي كالكليتر كده، لو في كالكليتر هنا. حضرتك اقسم واحد على 12 في 100 طبعا عشان تطلع نسبه، فتطلع 8.3، صح كده؟ فهو الواحد ده اللي هو القيمه المفقوده، وال12 ده الاجمالي بتاعك. احنا قلنا احنا عندنا 12 ايتم كلهم كان 12، فواحد على ال12 بقت 8.3. وصلت؟ طيب انا في شغلي بقى بشتغل بيرسنت ولا فاليد بيرسنت؟ جرى العرف دائما ان احنا شغالين على مين؟ الفاليد بيرسنت. الغايب ملوش نايب، خلاص واحد ما جاش انا ما بعدوش معايا وما باخدوش معايا في الاعتبار. وصلت؟ يبقى حضرتك لما تيجي تشتغل هتكتب لي كده ميل وفي ميل وتوتال. الميل عندنا عددهم 6، الميل عندنا عددهم 6 فنسبتهم 54.5، والفي ميل عددهم 5 فنسبتهم 45.5، الاجمالي 11 نسبته 100%. انتهت القصه. امال يعني ايه بقى الكوميوليتيف اللي في الاخر دي؟ بجمع. الكوميوليتيف معناها ايه؟ هي هتبان اكتر لو كان في كاتيجوريز كتيره، لو في كان في مجموعات كتيره. اللي حصل عندنا في الكاتيجوري بمنتهى البساطه ان هو الاول خد نفس النسبه الاولانيه اللي هي 54.5، وبعدين زود عليها النسبة الثانية، وبعدين لو في نسبة ثالثة، وبعدين لو نسبة رابعة، لحد ما يوصل لآخر واحدة اللي هي 100%. طبعا هنا ما عندناش غير نسبتين، فبقت أول نسبة والثانية بقت 100% على طول. إنما خليني لو أنا هعمل حاجة طيب دلوقتي احنا بقى عندنا الواحد والاثنين والاربعه والخمسه والسته، انا بس عايز اوري لك الكوميونيتي يعني. Analyze descriptive frequencies، ما تعملش ورايا لان انا اللي بعمله ده ملوش معنى، احنا بنتعلم بس. بصوا معايا بقى. بقى عندي ايه؟ اول نسبه اللي هي زي الفاليد بالظبط اللي هي 33%، خلاص؟ وبعدين جمعت عليها ال 16 و7 من 10 فبقى لي 50، جمعت عليهم ال 25 بقى 75، جمعت عليهم ال 16 بقى 91، جمعت عليهم ال 8 بقوا 100%. فهمت انا عملت ايه؟ يبقى الكوميوليتيف معناها خد كل نسبه وفضل يجمع 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 يدخل. دي تفيدنا في ايه؟ سي مثلا ان حضرتك بتتكلم على الجريدز بتاعه التيومر، فانت قلت لي الناس اللي هم جريد 1 وجريد 2 دي قصه، وجريد 3 ده قصه، وجريد 4 ده قصه ثالثه. يبقى 1 و2 سهله، ممكن نديله كيموثيرابي مثلا ولا حاجه ينزل ونشتغل عليه. انما جريد 3 ده الموضوع كومبليكيتد شويه، الدنيا بتبقى خلاص انت يا دوبك بس بتحاول تسيطر على المرض انه ما يوصلش الفور. جريد فور يقول لك انت ابدا مثلا الاول كيموثيرابي وبعدين ادي له حاجه زي الزيلودا مثلا او قصه، حيث تقلل الجريد شويه.
نحاول نوصل من 4 ل 3 مثلا ولا حاجه. فاهمين انا قصدي ايه؟ فانا بعتبر دايما ان 1 و2 دول فاكتور او مجموعه لوحدها، و3 دول مجموعه، و4 دول ناس ثانيه ربنا يستر عليهم. صح؟ فانا عايز اقول كده والله الناس الاندر كنترول هم بيسموا جريد 1 وجريد 2 اندر كنترول. فاقدر اقول لحضرتك مثلا هنا يبقى جريد 1 و2 50% من الناس. فاهم انا قصدي ايه؟ لو انا عايز اخد جريد 3 الناس اللي هي اقدر اشتغل عليها بالزيلودة على طول، محتاجش ان انا اخش على حاجه كيمو يعني ولا حاجه، يبقى انا هقول لك يبقى انا عندي 75%. فاهم انا قصدي؟ يعني حضرتك تقدري بدل ما تجمعي بعينيكي هو جمعهم لك اوتوماتيك. في مشكله كده في الديسكريبشن بتاع النومينال، فاضل ان احنا نعمل ديسكريبشن لمين؟ نيوميريكال. قلنا النيوميريكال ده بيتعمل له ديسكريبشن ازاي؟ مينيمم، ماكسيمم، مين، وستاندرد ديفيشن. صح كده؟ انالايز. النومينال تقدر تعمل له الديسكريبشن، النيوميريكال قصدي، تقدر تعمل له الديسكريبشن بطريقتين، هنشوف الطريقتين. يبقى انا انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس برضه من فريكوانسي، يبقى عادي خالص، يبقى انا اقدر اشتغل كل حياتي تبقى على الفريكوانسي بس. هبدل بقى، انا مش عايز الجندر، انا عايز الايج. خلي بالك انت المره اللي فاتت كان بيطلع لك ان وبرسنتج بس، انت النهارده هل ينفع يهمك الان والبرسنتج في حاجه؟ لا، انت يهمك مين؟ الاربع حاجات المشهورين. فتيجي على قائمه statistics او التاب بتاع statistics كده، شايفها اول زرار كده اسمه statistics، شايفينه؟ ندوس عليه طلع لحضرتك حاجات كتيره قوي، انت بتنقي اللي انت عايزه برضو. بس انت عايز من الاربعه دول عايز مين؟ المين اول واحده، صح؟ وبعدين ادي الستاندرد ديفيشن تحت اهو، وادي المينيمم، وادي الماكس. يبقى تاني علمت على الحاجات اللي حضرتك عايزها، اخترت من فوق المين او الافرج يعني، ومن تحت عملت الستاندرد ديفيشن والمينيمم والماكس. اتفضل. ايه علاقه ايه يا فندم؟ هوري لحضرتك. هو الفريكوانسي مش بس بتطلع لحضرتك الفريكوانسي تيبل، لا ده بتطلع اكتر من حاجه، بس لازم هنعمل اكشن دلوقتي علشان ما يطلعليش الان والبرسنتج. اوكي، بس الاثنين يعني ينفع يجي يتاخدوا من مكان واحد. يبقى ندوس كونتينيو. دلوقتي انا اخترت الاربع حاجات بتوعي ولا لا؟ اوكي، في ديسبلاي فريكوانسي تيبل لما كانت علامه الصح موجوده، معنى كده ان كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيطلع لي الان والبرسنتج، صح؟ هل انت عايز دلوقتي ان وبرسنتج؟ لا، يبقى ما تنساش تشيل علامه الصح. طب هو انا لو سبتها هيحصل حاجه؟ لا، هيطلع لك جدول بس ملوش لازمه، مش هتستخدمه. فاحنا بس بنقول لحضرتك شيل علامه الصح علشان ما يطلع لكش حاجه تلخبطك. فاهمين؟ انما لو سبت علامه الصح دي مش غلط، بس هيطلع لك جدول ولا كانك شايفه، ترميه بعد كده. وندوس اوكي. ادي الجدول المفعوص اللي طلع تحت خالص، ده اللي فيه كل حاجه انت عايزها. قال لي في الان عددهم 12 كانوا موجودين كلهم، زيرو ميسنج، ما كانش عندي حاجه مسد خالص. المين بتاعي كان 22.8%، شايفينه؟ وبعدين الستاندرد ديفيشن كان 1.9، المينيمم بتاعي كان 20، والماكسيمم بتاعي كان 26. يعني انا لما اجي اعمل ديسكريبشن للسامبل بقى هقول ان انا كنت بجمع مجموعه من الناس او مجموعه من الطلبه، السن بتاعهم بيتراوح الايج فروم 20 لحد 26، سنهم بيتراوح ما بين 20 الى 26. المين ايج بتاع حضرتك، متوسط السن بتاعك كان 22، والستاندرد ديفيشن بتاعك كان 1.9.
اتفقنا كده؟ يبقى حضرتك هتقول لي ان السن كان بيتراوح من كذا لكذا، والافرج او المين بتاعك كان كذا، والستاندرد ديفيشن بتاعك كان كذا. وصلت كده الديسكريبشن؟ نعم فندم. مالها؟ لا لا لا، هتبقى هي هي. الاستاذ سال سؤال كويس، سين انا كان عندي قيمه مس. نعم فندم. التو تاب. هو عامه بصوا حضراتكم كده، انت لما تروح تقف على الماوس على الايكون بتاعه الاس بي من تحت، هتلاقي الاثنين موجودين، ادي الاوتبوت وادي الداتا يعني. بس طبعا الت وتاب اللي هي بتنقلك ما بين اي حاجتين مفتوحين يعني. الت وتاب هي الت وتاب واحده. طيب الاستاذ سال لو انا كنت عامل عندي قيمه مز، كان هيطلع لي بيرسنت وفاليد، يعني حاجه زي بيرسنت وفاليد بيرسنت، مش ده السؤال بتاعك؟ طيب تاني انالايز ديسكريبتيف فريكوانسي، كل حاجه متظبطه، انا ادوس اوكي بس. هي هي، خلي بال حضرتك سواء في مزد او ما فيش مزد في القيم النومينال اللي هي الان والبرسنتج، يعني هيطلع لك التلات عواميد دايما. يعني بص حضرتك كده على المجموعه دي، لما احنا عملنا اللي هي 4 و5 و6 احنا خليناهم كلهم موجودين، بس انا ليه عملت لك واحده ميسنج؟ علشان افرق لك ما بين البرسنت والفاليد برسنت. انما انت لو كنت شفت واحده زي دي، ما انت ما فيش ميسنج، فالمجموعتين زي بعض، ما كنتش هتحس بالفرق. اللي يخليك تحس بالفرق انك تشوف مشكله، يعني لما تشوف طب لو ميسنج هيفضلوا زي بعض ولا هيبقى فيه مشكله. وصلت كده؟ طيب احنا اتفقنا ان النيميريكال عن طب مثلا يعني رقم الستاندرد ديفيشن هتقدر تلاقي ده استنتج منه ايه؟ طيب سؤال ادفانسد شويه بس كويس عجبني. يعني احنا اتفقنا ان جنرال ان الستاندرد ديفيشن ده انا بستخدمه للكومباريزنز بس في المقارنات. طب بس يعني هو ملوش فايده، يعني ما يتقراش لوحده؟ لا يتقرا لوحده. بص حضرتك كده، احنا عندنا قاعده في دماغنا بتقول ان المين بلس اور ماينس، انا مش عارف اكتبهم فوق بعض بس عشان ده ما بيكتبش بلس اور ماينس الاس دي. في حاجه اسمها قاعده بتقول، دايما هتلاقيها في الابحاث كده، ناس ما بتكتبش. يعني مثلا احنا كان عندنا، خلينا اكتب لك الشغل بتاعك ده كانك هتقراه في البحث. يبقى انت عند حضرتك كده المين بتاعك كان 22.9 زائد او ناقص، بس بيتكتبوا تحت بعض، بس دي في الوورد بس مش هتكتب هنا. الستاندرد ديفيشن اللي هو 2.07 بيتكتب لك كده 22.9 زائد او ناقص 2.07. يعني ايه زائد وناقص دي؟ صليت على حبيبك النبي. افترض معايا ان المين بتاعك كان بيساوي 100 والستاندرد ديفيشن كان بيساوي 5، فانت المفروض هتكتبه لي كده 100 زائد او ناقص 5. يعني ايه 100 زائد او ناقص 5؟ يعني في انترفل، اطرح ال 100 دي شيل منها ال 5 تبقى كام؟ 95 الى 100 زود عليها ال 5 تبقى 105. الانترفل دي تحتوي بداخلها تلتين البيانات على الاقل، 67% او 68% من البيانات موجودين من 95 الى 105. وصلت كده؟ طيب ايه الميزه يعني؟ دي المجموعة الأكثر تجانسا. حضرتك والأستاذة لما قلتوا لي على الإكستريمز، الإكستريم ده إما رقم كبير أو زيادة عن اللازم، أو رقم صغير أو زيادة عن اللازم. هل ده هيبقى موجود في النص ولا على الطروف؟ على الطروف صح؟
يبقى انت لما قلت لي المين بلس اور ماينس الستاندرد ديفيشن انا بقيت فاهم ان البيانات بتاعتك بتتحرك في رينج 95 ل 105. دي البيانات اللي هو تلتين البيانات حتى الزبد بقى اللي هي المتجانسة دي واللي على الطروف ممكن يحصل فيه اكستريمز. فالناس دايما ان جنرال بتحب تبص على القيمة المتجانسة. نرجع للمثال بتاعنا احنا. انت كنت سيبنا من الكسور يعني. كان عندك 22 و2. 22 و2 يعني بياناتك غالبا كده كانت بتتحرك من 22 الى سوري من 20 الى 24. معظم بياناتك كانت بتتحرك من 20 الى 24. فهمت تقرا البيانات ازاي؟ علشان كده عمر ما حضرتك لقيت لا في رساله ولا في بحث حد كاتب البيانات الارقام الخام الرو داتا بتاعته. ليه؟ انت هتحتاجها في ايه؟ ما انت تقراها من هنا زي ما انا قريت كده. انت قلت لي انت بياناتك كانت من 20 ل 24 تقريبا كده بمعلوميه كمان المينيمم والماكسيمم. فانت عملت لي باوندد للطموحات. يعني انا فاهم ان انت بتتحرك من كذا الى كذا. اي اسئله وصلت معانا كده يا جماعه؟ طيب احنا كنا اتفقنا ان احنا عندنا كام طريقه نطلع بيها الديسكريبتيف بتاع النيوميريكال. اتنين، واحده من الفريكوانسي العاديه، الثانيه بقى انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس. واختار لي ديسكريبتيفز انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس واختار لي ديسكريبتيفز. يبقى يا اما تختار لي فريكوانسيز يا اما تختار لي ديسكريبتيف. نعم قول هي لا هي نفسها يا جماعه هتطلع نفس الارقام بالظبط. احنا بس اللي عملناه بوري لك ان انت تقدر تحصل عليها بمكانين مختلفين. احنا دلوقتي متعلمين الشمال ده معناها ايه كل الفاريبلز، واليمين اللي انا عايز اعمل له اناليس. فانا عايز اعمل اناليسيس لمين؟ للايج. فدوست على الايج، ابص على الاوبشنز كده بعد اذنكم. ايه اللي حصل لما بصيت على الاوبشنز؟ خلي بالك لو انت اخترت ديسكريبتيفز مش فريكوانسي هتلاقيهم مجهزين الاوتوماتيك بتاعك اهم، صح؟ احنا ما دوسناش على حاجه، احنا فتحنا لقيناهم موجودين عند حضرتك في الاجهزه بتاعتك. لقيت عندك مين؟ المين والستاندرد ديفيشن، المينيمم والماكسيمم. المينيمم والماكسيمم والستاندرد ديفيشن والمين كلهم متعلم عليهم علامه صح. صح ولا غلط؟ طيب هتدوس كونتينيو وبعدين اوكي. يبقى انت هنا في الديسكريبتيفز الدنيا اسهل، انت يا دوبك نقلت الفاريبل بس وهتدوس اوكي كل حاجه متظبطه لان ده المكان الطبيعي للديسكريبتيفز بتاعت النيوميريك. ادي الجدولين، ادي لو انت طلعته من الفريكوانسي وادي لو انت طلعته من الديسكريبتيفز. هل انت شايف ان في اختلافات في الارقام؟ لا، من 20 ل 26 نفس المين ونفس الستاندرد ديفيشن. طيب هو في مكان احسن من مكان؟ لا طبعا، بس انا بقول لك لو انت بتعمل ديسكريبشن للنيوميريكال هاتها من ديسكريبتيف. ليه؟ لانها على طول انت بتنقل الفاريبل وتدوس اوكي. لو بتعمل ديسكريبشن للنومينال هاتها من فريكوانسي لان انت هتعمل تنقل الفاريبل وتدوس اوكي. يعني انت مش محتاج انك تدور في الزراير على اي حاجه. في اسئله لحد دلوقتي؟ هناخد بريك كده ربع ساعه عشان انا اسف ان انا صدعتكم. طبعا تطلع عينكم معايا النهارده. فربع ساعه كتير؟ ربع ساعه خلاص، ناخد دقيقتين.